وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، على عندي تعليق إن شاء الله وكلامنا مختصر عشان نحصل اللقاء العلمي. في مقطع منتشر الأيام دي في الواتساب بتاع الزول الدجال اللي بتكلم عنه مزمل قبل شوية ده، اللي هو محمد المنتصر. ففي المقطع بتاعه ده بيهاجم فيه الحكومة وبيتهم الحكومة بأسماء، يعني جاب الرئيس والنائب بتاعه كده والمساعد بتاع النائب، المهم جاب مجموعة من الحكام وبيتهمهم بأنهم ساعدوا في انتشار اللي بيسمونه الوهابية، وقصدنا نحن يعني الوهابية، تسمينا وهابية، تسمينا حزب البهجة والمسرة، ده ما موضوعنا معاك، موضوعنا معاك الشركة اللي انت شغال فيه ده. فالزول ده زعلان، قال الوهابية كتروا في البلد والناس زي قال فتحوا لهم شغالين، وطيب انت ما فاتح لك زمن شغال، الله يفتح راسك، ما فاتح لك شغال من زمان. في دول سألك الصوفية ده اللي بيبرطعوا في البلد دي من سنة كم؟ من سنة 950 هجرية، 950 أسيدي كم؟ 1437. يعني الجماعة ديل شغالين لهم ما يقارب 400 سنة أو 500 سنة في البلد دي. 500 سنة يا محمد المنتصر انت بتتضرع وجماعتك في البلد دي براكم، البرع خمش الغريب بهناك، وتحسونا بهناك الشرك، رجال كدباس الشمالية، الجزيرة دي شلبوها ثلاثة، قبضوا الجزيرة كلها، النيل الأبيض حدث ولا حرج، الزمن ده كله شغال التبراك. نحن جينا هسه ده قريب قريب، الدعوة السلفية دخلت البلد دي قريب، فهمت؟ وإن كانت هي في الأصل موجودة، لكن الشغل بتاع الصوفية ده الجماعة فتحوا له، بقى شغال في الإعلام والخلاوي كله حقتكم. هسه احنا عندنا خلوة ماف، الخلاوي كله، يعني أي واحد بيجي يقول لك أنا حافظ قرآن، تأكد تماما في الغالب صوفي. حفظت القرآن وين؟ حفظت وين يعني؟ يقول لك والله أنا حفظته في الزريبة، ما صوفي يعني، هتكون طلعت إمام البخاري؟ ما صوفي مارق من الزريبة. واحد يقول لك أنا حفظتها عند الغبش، غبش بتاع شنو؟ تلس، ده زي الزين اللي بيقرأ ده بعيط، ده قرايه زي الدوبيت، ما عارف ده ما دي ما قرايه بتاعت قرآن ذات، كلها غلط. بدوبي للشعب السوداني، والشعب السوداني جماعة القوم ململمين، جبهاجية بعمة كبيرة وقاعد عامل فيها بصلي بالطوطح، فهمت؟ وقرايه غلط، وزول صاحب عقيدة خربانة. البلد دي أنت يا دجال شغال فيها لك زمن طويل جدا، محمد منتصر شغال لك زمن، هسه حرقك الشغل بتاعنا ده ولسه أنت شفت حاجة؟ نحن يا دوب سخنا كويس، يا دوب الشغلة دي مشت، وبفضل الله ربنا ادانا برنامجين بس في التلفزيون، اثنين النادل بينبحوا التلفزيون ده صباح ومساء، والرادي شغال والخلاوة شغالة وجوامعهم شغالة. نحن الله ادانا برنامجين بس، اثنين، واحد فين كان مقيد والثاني مفتوح، الناس دي كلها بتكورك، انصار سنة بعيطوا بيجيها، اوه اتكلمتوا فينا وزعلانين، تمشي بيناك الاخوان المسلمين بكوركو بيجيها الصوفيه، يا ناس دي واحده بس حلقه واحده بتاعت اخونا الشيخ مزمل، واحده لسه يعني، خد بالك السنه والله ادانا قناه تفتح من الصباح درس كتاب التوحيد، انتهي كشف الشبهات، انتهي الاصول السته، انتهي القواعد الاربعه، تقلب بعد ذاك الاربعين النوويه، بعد ذاك نجيب لك حلقه لابشوك، تاني بتمشي وين؟ والله الا ترحل، تمشي جنبينا يا صوفي تاني، لو لقينا زي ده تمشي تبيع حجاب بعد ده في بوركينا فاسو، لانه ما في زول تاني من الشعب السوداني بيقبل لك معلومه. لكن احنا مشكلتنا مقصيين من الاعلام، الاعلام ده ما فتح لنا شاشات، فهمت كلامي؟ ومش احنا كاشخاص، انا بعني كمنهج، يعني منهج سلفي مبني على ادله، لانه السلفي انت بتقدر عليه، انت بتجد كورك ساي وابونا الشيخ طار وابونا الشيخ ركه، وانا بكون لا بتلاقي قاعد طار ركه مرق من الغبر مرق كراعه شنبه برا، انا بكون راجيك، اول ما تديني فرصه بقول لك جيب دليل، بتقعد تكورك، جيب دليل يا مستهبل، امرك شنبه على كيفه وشنبه ده قدر كيف،
ده جايبين لك كرامه. قال فضيف الله قال مرك وراح عمر القبر. ويعني شنو؟ يعني هسه الشعب السوداني راجل ولي بتاعك يمرك كراعه؟ قول مرقة اخدت لحنا يعني انا اشطفوه اسوي لا اوديه بيت المال. قلت له حنا هناك في بيت المال حنا اصليه جايه من الامارات. هاس كله انت زعلان من دعوه بتاع التوحيد. وربنا يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. التوحيد ده في النهايه بديك وبغيظك انا عارفه بغيظك. ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. اتحداك يا اللي زيرك انت وحسين خوجلي تشكلوا ثنائي العاصمه وتقعدوا نحن بندخل لك اصغر طالب سلفي تعلم العقيده والتوحيد ودرس كتب التوحيد يجهجهك انت وحسين خوجلي والترابي والبرعي كلكم. لانه نحن بننطلق من ادله تكورك لحد بكره. انا بقول لك ربنا قال قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. في تاني صوفي بخشنا كلهم قال لك قل ادعوا الذين زعمتم من دوني ما بيملكوا اي حاجه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. في حاجه ثانيه ربنا قال لك ان الذين تدعون من دون الله عباد مالهم امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. ما بيستجيب لك لو انطبق السماء على الارض ما بيستجيب لك. موضوع منتهي. قعد بينبز بعد شويه قال طلبتنا في الثانوي اولى ثانيه ثانوي ثالثه ثانوي قال بيقروهم اقسام التوحيد توحيد الالوهيه ربوبيه اسماء صفات. قال ده بدا جاب ابن تيميه في القرن السابع. بالله انت مسكين انت بتعرف البدعه اهو وهل ده جاب ابن تيميه؟ انت مسكين ما فاهم حاجه. اول حاجه ده ما بدعه لانه ده من التقاسيم في العلم مسائل التقسيم تقسم الصلاه لشروط وواجبات الحج لاركان وواجبات وسنن وكده. ده هل يدخل في باب البدعه والسنه؟ دي تقاسيم علميه. نواقض الوضوء عند المالكيه سبعه. نواقض الوضوء جيب دليل انه نواقض الوضوء سبعه انت وامك يا ود اللي زيرك. جيب دليل تقدر. انا زريت اخوه قبل كده ده ذاته اخوه دجال زيه ولا يلد الا فاجرا كفارا زيه برضه زريته في جامعه ام درمان الاسلاميه. قال لي التقسيم ده بدعه. قلت له بدعه؟ طيب اللغه العربيه مقسمه لفعل واسم وحرف مش ثلاثه؟ كلامنا اسم مفيد كاستغم واسم وفعل ثم حرف الكلم مش ثلاثه؟ قلت له جيب دليل عليهم. قاعد كورك دليل في دليل. دي مسائل بتقسم بالاستقراء استقراء نصوص الكتاب والسنة. اللغة العرب تتقسم لكده كده بنقسم لك ده بالاستقراء. العلماء قسمت قال قسم ابن تيمية ده مسكين ما بيعرف. ابن تيمية مولود سنة 661 661 والتقسيم ده قاعد من سنة من سنة 100 من سنة 80 سنة 80 ولادة أبي حنيفة العقيدة الطحاوية نقل أبو جعفر الطحاوي عن أبي حنيفة وصاحبيه الاثنين الشيباني ويعقوب أبو إبراهيم يعقوب ابن يوسف تلاميذ أبي حنيفة. ده الزمان ده في القرن الثاني الميلادي زمان قبل ابن تيمية يلد أمه بأكثر من 600 سنة من زمن أبي حنيفة بعد أصحابه والطحاوي وانت ده في القرون المفضلة. بعدين الإمام الطبري الطبري ده في القرون المفضلة مات سنة 310 في القرون المفضلة ده الإمام الطبري. بعدين الإمام ابن بطة العكبري في آخر السنة الرابعة المية الرابعة من الهجرة. بعده ابن مندة صاحب كتاب التوحيد في آخر المية الرابعة. ديل كلهم قبال ابن تيمية بأكثر من 300 سنة. يجي يقول ابتدع ابن تيمية صوف جاهل
صوفي كذاب، صوفي مفترئ وحاقد على دعوة التوحيد. ونحن نقول لو في عينك وفي قلبك الطلبة بيقروا أنواع التوحيد الثلاثة وامتحنوا فيها للشهادة كمان، رأيك شنو؟ والما بينجح فيها دي مادة تربية إسلامية، ما بينجح فيها بجد شهادة، أها رأيك شنو يا ود اللي زيرك؟ الله يزرق وشك ده قبيح. في سؤال هنا قال في جماعة، وطبعا ده بيكونوا من العيانين زي جماعة البياي دين، ده التابعين لمركز عام بكوركو فجاي التوحيد والتوحيد والتوحيد، وشيخ هناك بكرم ها في الصوفية جوا المركز بتاعه، ده عندهم انفصام في الشخصية والله. أنا اتحداهم مش بيتكلموا كلام، انت اتحداك تقول كلامك ده في المركز العام جوا، اتحداك امشي قوله هناك، قول لهم لا يجوز تكريم رئيس السمانية، كم مرة فدوك وقطعوا منك القريشات، تعال قابلني الزول اللي بكورك بجاي ده بيقطعوا قريشاته. فده المساكين سا يا اخي دل مع القروش بس، هسه لو دفعنا لهم نجيبهم هنا كلهم، بس انا ما عندي قروش ادوني بجيب لكم نفسه دي بميكروفون، ده الناس دار ياكل يا اخي، في زول دار ياكل بيجيب دين؟ من الله خلقك لاكاك زول سايقه وبطنه جارينه من هنا ده بجيب دين؟ ما في دين بالبطن، انت الا تخلي بطنك دي بعيد وتجي تقدم دين عديل، فده ما تشتغل بهم. فقاموا العيانين لما شيخنا مزمل جابوه في برنامج في جون، قالوا كيف تقولوا التعاون مع جون بجوز والتعاون مع طيبة ما بجوز؟ وهل نحن تعاوننا مع جون؟ اتحداك نحن عكسنا لهم كورنا ناس جون وتعاوننا معاهم؟ تعاملنا معاهم في شنو احنا؟ نحن جينا هنا دول كندي باعتباره منبر، نحن كشفنا من خلاله الباطل كله، بدأنا من الصوفية انتهينا بالبكورك بيجايدة كلهم قشناهم في الشارع دي. البرنامج ده ذاته أسه لو فتحوا لنا طيبة قالوا تعالوا اكشفوا الجماعة جد عبد الحي فهمت، ومدسر أحمد إسماعيل كلهم والعدسي كلهم والجماعة جوا، لو فتحوا طيبة أنا أسه بمش بيلا مين محلنا ده أفتح طيبة أسه أنا دي بمش، لكن ببدأ بعبد الحي رئيس طيبة ذاته. انت قال ده احنا عندنا ده مبجوز؟ لا ده بجوز، ده ما ينكر منكر، ربنا قال واذ نادى ربك موسى يسوي شنو؟ ان ائت القوم الظالمين، اتيهم معناه شنو؟ امشي جوا هناك لمحلهم، قوم فرعون الا يتقون؟ عندنا ده من باب انكار المنكر، تفتح طيبه تفتح جدمك بيجيك جوا، ما عندنا مشكله في ده وده ما حرام، لكن الحرام تمشي تدعي طيبه تقول لهم نحن تعاونا مع بعض وتعالوا يا ناس طيبة رح كمنا حرب الشيعة، ايوه ده الباطل ذاته، ده الباطل، ما بتعاون مع اهل البدع، لكن ده باعتباره انكار منكر واخذي على يد الظالم. نحن بننكر المنكر من داخل القنوات السلفية لو فيه، ومن داخل القنوات القومية، واي قناة بتوصل الحق نحن بندخل من خلالها، الا يكون فيها منكر في ذاته يعني، الا برنامج بتاع موسيقى ولا محلة بتاعت نوبة والهابر ومالو ووو كده دي ما بنخش، لأنه ده دخول منكر في حد ذاته. لكن كونه أنا أنكر المنكر في أي مكان أنا عندي بمشي بنكر المنكر على الزول بتاع القناة والجماعة اللي معاه كلهم. عموما نحن نحصل إن شاء الله اللقاء، جزاكم الله خير.